السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة المهندس العربي، جئتكم اليوم في الدرس الثاني من القسم الأول للـ Directional Drilling Course. سوف نتعلم في هذا الموضوع ما هي العمليات الترسيبية أو الدورة الترسيبية التي أدت إلى تكون الصخور الرسوبية التي هي خازنة أو تخزن النفط. لكن قبل أن ننطلق إلى موضوعنا، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، لأن ذلك يشجعنا ويرفع من معنوياتنا على الاستمرار معكم في تنزيل الدروس التعليمية. فلننطلق إلى الموضوع. إن العمليات الترسيبية أو الدورة الترسيبية للصخور تمر خلال ست، يعني تتعرض لست عمليات. هذه العمليات هي الأولى ويذرينج أو التقوية، بعد ذلك يحدث للجزيئات تعرية إيروجن، ثم ترانسبورتيشن يعني نقل. عمليات التقوية تحدث بواسطة الرياح أو الأمطار أو سقوط الثلوج على الصخور، ثم بعد ذلك تحدث عملية التعرية عن طريق الرياح أو حركة السيول. ثم بعد ذلك ترانسبورتيشن، نقل الجزيئات هذه، يتم نقل الجزيئات التي يعني نفرت من الصخرة الرئيسي. ثم يحدث ترسيب، بعد عملية التقوية يحدث تعرية ثم نقل ثم ترسيب، ثم يحدث دفن. عملية الدفن هذه وترتيب الطبقة هنا تسمى Diagnosis. نحن الآن سنشرح ثلاث عمليات رئيسية لهذه للدورة الترسيبية. سنشرح الويذرينج وكيف أثرت على الصخور، وثم الإيروجن وحركة الجزيئات، ثم سنشرح عمليات الدياجنوسيس أو الديبوزيشن. الويذرينج كما ترى في الشكل التالي، أن الصخور تتعرض لتهشم، تصبح هشة وقابلة للتكسر بشكل سريع. لاحظ هنا مثالين لصخور تعرضت لتقوية، تقوية وتعرية بنفس الوقت، أدى ذلك إلى انحلال هذه الصخور. عملية الإيروجن أو التعرية، لاحظ هنا كما يوضح في الجهة اليسرى، لنوع عملية التقوية أو تفتت الصخر يعني، ثم عملية التعرية وهي نقل الرواسب من المكان التي تفتتت فيه إلى نقطة أخرى، حيث استقرار مثلا إلى البحار، حيث استقرار السيول، لأن السيول التي هي التي تنقلها. هنا مثال يوضح على كيفية على التعرية. لاحظ هنا كانت الرواسب مكتملة، إن ظهرت هذه الرواسب، هذه الرواسب تعرضت لتقوية أولا أصبحت هشة، ثم تعرية، التعرية عملت على نقل الرواسب لهذه الطبقة هنا إلى البحر. الدايكونسس هذه هي عملية أصلا يجب معرفتها، يعني الدايكونسس عملية تعني أن الحبيبات أو الفتات الترسيبات ذات الجزيئات الكبرى تسقط أولا. هذا العملية عملية الترتيب، ترتيب الجزيئات إنه الكبرى أو الأكثر أو الغير ناعمة أو المتعرجة تسقط أولا، وبعد ذلك الحبيبات الناعمة. هذه العملية تسمى دايجنوسيس، عملية ترسيبية، بمعنى إنه تحدث الطبقات الرسوبية أو التطبق يحدث أو التراتبية هذه تحدث بسبب وجود عمليات الدايجنوسيس، وهي أن الجزيئات الكبيرة تسقط إلى الأسفل أولا. هنا مثال يوضح على كيفية التطبق، بمعنى أن الجزيئات الضخمة أو الكبيرة أو المتعرجة دائما تسقط إلى الأسفل، بينما الجزيئات الدقيقة دائما تكون في الأعلى. لاحظ هنا الخشونة ولاحظ هنا النعومة، بمعنى أن الجزيئات الخشنة دائما تكون في الأسفل. أكون هنا قد وصلت معكم إلى نهاية هذا الموضوع. إذا كان لديك أي تساؤل
لا تنسى أن تذكره في التعليقات حتى نتشارك جميعنا في إيصال المعلومات بشكل مبسط. استودعكم الله وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.